يا سيدي هاد الهدية ديال الزلزال مع 10:30 الليل ديال نهار الجمعة، كنت أنا والمرأة عندي والدري عنده عامين في واحد البيت، وأمي واحدة بنتي عندها 8 سنين في واحد البيت، وجوج بناتي الكبار كاينين في واحد البيت أخرى هي فيها دوزياميطاج. الأمر ما فيها سيدي مع 10:30 الليل بدا الزلزال، ما زعما راه ما علمناش شوية تزعزيع، الدقيقة الأولى فاش ضربة واحد الصاعقة والغبرة والديور تيطيحوا، والمرأة عندي داخت خرجت وأنا تنجبدها شديتها معايا في واحد البيت شوية مفورسية شوية، بقينا أنا وياها والدري اللي عنده عامين، أمي كما قلت لك والدريات راه ما شفناهمش. المهم أسيدي ملي ضرب داك الخير وملي هدا شد الدري عندي عامين مسكين يلاه بدات واحد البلاصه كطيح عليه وانا وتايبكي مسكين، انا نسيت ولدي صافي نسيتو من الخلعه وداك الشيء، وملي مسكين درت هكا لقيته كيبكي جبته بعدا عتقته حتى هو عطيته لمو شداته قلت ليه شدي في الدري وصبري صبري وتنشهد واشهد ولا اله الا الله شهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملي هدا داك الخير المراه عندي والدري راه طمأنت عليهم، البيت اللي حدايا فيها امي والبنت اللي عندها 8 سنين خرج غير تهد المساء، هاي بنتي هاي هذه اللي عندها 8 سنين، هذه البنت هي اللي عندها 8 سنين هي اللي ناعسه مع امي في البيت، هذه ديك البلاصه فاش ناعسه البيت كامله طاحت عليها ما عرفت بمعجزات الله ما تقاس، والبلاصه فاش ناعسه تردمات بمعنى الكلمه 100%، امي حداها تردمات حتى هي من الصدر ديالها حتى لتحت كلشي تردم، ومشيت جبت واحد العتله بغيت نعتق امي، ضربت معها شي تقريبا شي 10 دقائق ما قلت لها والو، خرجت على برا باش نشوف الا لقيت شي مساعده، لقيت هذاك السيد اللي وراك واحد الدري اخر علي التوكيل وسليمان بوصبر هما اللي لقيت تما، ولكن حتى هما مساكن داخو مشاو تيقلبوا على حتى هما على والديهم. وملي مشيت قلت لها امي بلاتي نخرج نشوف الا لقيت شي مساعدات، قالت لي العاره ولدي ما تخليني، ملي قالت لي هذيك الهضره السلام عليكم صافي ما بقيش ما بقي نسيت كاع انا الزلزال واش ضرب ولا داك الشيء، وخرجت بغيت نخرج انا والمراه قلت لها الضو بعدا طفى في ديك اللحظه الضو طفى، وخرجت الباب ديال برا ديال الحديد بغيت نخرج على برا باش نشوف، ما بغاش يتحل ليا ما بغاش يلا ما تحل باذن الله، وخرجت ديك الساعه فاش رجعت لقيت امي بدات مسكينه كتهبش بحال هكا تنجات راسها اتمن معجزه الله تعالى اعلم، انا تنجبد ما بغاش تجبد ليا، وملي خرجت واش الله اللي جبدها الله تعالى اعلم، المهم انا تصدمت، وملي خرجتها وخرجت هاد البنت وداك الدري اللي عنده عامين خرجنا على برا، البنت عندي شيماء والبنت عندي رميساء ناعسين هما البيت ديالهم كاينه على برا كتطل على الشارع على الزنقه، خرجنا كنغوت عليها شيماء هذيك اللي شيماء كتقرا في دوزياماني باك عندها 17 عام ما كتسمعش ورميسة حتى هي ورميسة حتى هي تنغوت عليها رميسة بحال السلام عليكم ما بقاش شيء، ملي ما قالوا لي با صافي عرفت بان الله يرحمهم والله يصبرنا، واولا كنشكروا جلاله الملك كما قلنا يشوف من حالنا، حنا راه مضرورين ماشي غير حنا تاجقال كلشي الدواوير ديال تيزينتاس ولا تا فين قلت ولا شي قيادات اخرين ما عرفتهمش، المهم تضرينا 100% مشى لينا رزقنا مشاو لينا الفراش ديالنا ازيرو كما خلقنا الله دابا حنا ان شاء الله ازيرو كما تخلقنا، وحده اخرى كان دابا الناس ما كاينين فين يعسوا القياطن ولي الطونس ما كاينينش، حنا دابا تنفرشوا الارض وتنتغطاو بالسماء، اقسم بالله الذي لا اله الا هو واحد اختي الا داز واحد الحنش الى تقريبا متر ونص حداها حيت تنعسوا غير في الجنان، اقسم بالله الا هاد الصباح مات سبحان الله العظيم شكون اللي قتلوا الله اعلم، واش ما تنعسوا حدا القدرون واش شي كاميو ولا كان بغى يخرج ولا شي حاجه وضربوا الكاميو والله العظيم الا حداها فاش داز، وملي قالوا لي راه الحنش قلت لهم اودي راه الشتاء وقت الشتاء هذه ما تيكونوش الحنوش، اقسم كنت غنصوروا ولكن ما عرفتش شكون اللي تلفوا يا هذيك، وكان طلبوا لي طونت الماكله عطى الله الماكله ب100% الماكله الحليب دانون السردين الخبز الله يجازي نطلبوا من الله العظيم المحسنين
ديال اكادير بزاف جاو لعندنا هنا ديال تارودان ديال شتنا الماتريكولات ديال الرباط هنا. اقسم بالله الا شت البورش هنا شت الاودي شت البي ايمات وشت شي حديد ماشي ديال لابيس كاع ماشي ديال لابيس. الناس ديال المغرب كاملين جاو لعندنا هنا وكان اش كنطلبوا دابا حنا الماكله كاينه 100% الماكله كاينه اش كنطلبوا فين نعسوا ما كاينش. Thank you.